يسوع يمشي على الماء، وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب في الحال ويسبقوه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرفوا الجموع. ولما صرفهم صعد إلى الجبل ليصلي في العزلة، وكان وحده هناك عندما جاء المساء. وأما القارب فابتعد كثيرا عن الشاطئ وطغت الأمواج عليه لأن الريح كانت مخالفة له. وقبل الفجر جاء يسوع إلى تلاميذه ماشيا على البحر، فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر ارتعبوا وقالوا هذا شبح، وصرخوا من شدة الخوف. فقال لهم يسوع في الحال تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال بطرس إن كنت أنت هو يا سيد فمرني أن أأتي إليك على الماء. فأجابه يسوع تعال. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء نحو يسوع، لكنه خاف عندما رأى الريح شديدة فأخذ يغرق فصرخ نجيني يا سيد. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما صعد إلى القارب هدأت الريح، فسجد له الذين كانوا في القارب وقالوا بالحقيقة أنت ابن الله.